سبت مصر اساسا عشانهم. يعني سبت يعني كل واحد ساب والده والدته وهي كمان سابت والدها ووالدتها، سابت الدنيا دي كلها علشان يكون للابناء مستقبل احسن. I feel inspired every time I speak about this man. المرة الوحيدة في حياتي اللي ما قدرتش اضبط نفسي على وجه الإطلاق، انهيار انهيار. أنا بقول للأباط أنت هنا على قدم المساواة في مواطنة كاملة مع أي شخص مسلم داخل البلد. شبعنا فعلا وحسينا أن العالم ده ولا حاجة بالنسبة لنا. فمن ذلك التاريخ بقى كان التيرنينج بوينت، نقطة التحول يعني. وأنا اسمع يا أخي، المسلم بيروح الجامع والمسيحي يروح الكنيسة. مرة الأسبوع ده واحد بيكلمني بيقول لي عايز أعيش سعيد، إيه التدريب اللي عملته؟ قلت له هقول لك تدريب. أحبائنا المشاهدين، مرة تاني مع حوارنا الشيق مع نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس. يعني نيافتك معاك الشرق الأوسط كله، بكالوريوس لاهوت من القاهرة، من أيام إبراهيم، وده كله ده دول الشهادتين اللي انت اخذتهم، ماجستير من اسرائيل وبكالوريوس علوم لاهوتيه من اكليريكيه القاهره. وبعدين لما رحت اثيوبيا عملوني الدين اداري بتاع كليه الاكليريكيه. كان هم عاملين قانون او لائحه ما اثيوبي ما يدخلش ما يسكنش في كامب. وبعدين عميد الجامعه كان واحد حفيده الامبراطور، رجل مستقيم قوي ومتعلم. قالوا له احنا عمل، قال لهم احنا صدقنا السيس حيجي بدرجه ماجستير. قال لي اسمع ارجوك حتى لو ندفعك اسكن، وقول في الكامب حيخلي الكامب حاجه. وبعدين الراجل لما انا اجي يجي من مكتبه يجي. بعدين كان بيجي مع واحد أصدقاء حتى ناس استغروا قالوا لي يا أما أنت من بلده يا أما، قلت له ولا ولا ده راجل إثيوبي إثيوبي بس أصدقاء. قال له يا فلان اللي العميد الجامعة بيعمل معايا كده عشان أنا كاهن؟ لا، لكلنا بيعملها كده. اسمه كاسا ولد مريم، واللي ما بيفهموش العساكر موتوه لما جاء الثورة. عسكري ما بيفهمش إلا بالبندقية. هو كان جوز بنت الإمبراطور، جوز بنت بنته. فهي قعدت. وانت قابلت الإمبراطور كم مرة سيدنا؟ قابلت بتاع 6 مرات. هيلا سلاسي مع الناس مرة واحدة، لوحدي بتاع 5 مرات. قعدتوا لوحديكم؟ لا، والامبراطور ما بي مرة مرات قاعد، لكن الامبراطور بيكون واقف غريبة قوي في السن ده. عشان كمان الناس روح انا كمان الوقته. ولما انا بروح لابس حاجة يقول لي حضرتك. وانا ما اقدرش اقول له بلاش يقول ده، يعني هو امبراطور يا عم شيخ، لكن احنا اولاده. فقال لي بقى عمل كويس، أما فيليبوس مش عاوزني أروح أتعلم، عاوز كتب له قال له إحنا يسعدنا لأبونا بطرس راح يتعلم وحنبعث له غيره، معناها إيه؟ رحت بقى. يعني أبا فيليبوس بتاع القدس ما كانش عاوزك تتعلم في إسرائيل لولا الإمبراطور؟ لا مش عاوز أروح. هتبقى أحلى أعلى منه. أيوة، لا مش أعلى منه، ما هو كنسيا بس إيه مطران بس بقى خدام بقى كويس، خدام حلو فما يتعلمش أحسن. وبعدين الإمبراطور اللي خلاك تتعلم، هو بيستغرب يقول لي مع علمك مع القراءة بتاع مع الصراحة بتاعتك أنت تقدر تقود البلد، وفي نفس الوقت عاوزني معاه. لكن لما تحصل أي حاجة أقول له لا، الموضوع ده تناتيجاته كذا، ويقول لا نسمعه.
خدمت فين تاني يا سيدنا؟ قعدت بقى هناك 30 شهر وقعدت في إسرائيل. وبعدين لما رحت بعدين لما في إثيوبيا سفير إسرائيل عمل لي سكولارشيب مع سفير الأمريكي في إثيوبيا. رحت هارفارد قعدت سنة في هارفارد إنجلترا. هارفارد أمريكا. ماساتشوست. بس ما لقيتش المادة كله كان أندر جراجويت. أنا دراساتي كلها كانت في الإسلاميات مش للطعنة ومش عشان أبقى مسلم، لا عشان أعرف أعيش مع المسلمين بخير. ده في هارفارد درست إسلاميات. كان في أستاذ قال لي طلع لنا كلمات الحبشية من قرآن. طلعت له دي ورك طبعا. القرآن عنده اسم رسمي وبيحلف به مصحف مش عربي. وحياة المصحف الشريف لو قال لك مصحف كلمة حبشية من فعل صحفة، يعني كتب كتاب برضو بنقول احنا كتب صحائف. عاد كان عندي سكولار شو حلو قوي فول برايز جراند من الحكومة الأمريكية وأخذت سوشيال سكيورتي ساعتها عشان ما دلوقتي أنا كطالب بخ. بس أمريكا. ما لقيتش مادة كله كويس لأندر جراجويت فما خدت الشهادة العلمية لكن درست. لا قعدت بس كده كويس ورجعت البلد. رحت بقى وزارة معارف في إثيوبيا. وزير معارف قال لي ليه ما يسلحوش البيت يدخلوك انت وغيرك. قلت له الكلام ده تقول لهم له مش لي. صلحوا البيت يعني صلحوا الكنيسة يعني البيت اللي بيت كانوا يعني كنيسة. الكنيسة. قلت له تقول لهم هم مش انا. طيب ابعتك تبقى مدرس. قلت له ما سيد المسيح قال نعلمه. ودوني حتى الراجل قال لا مش عاوزين نبهدلك انت في عندهم مدار مكان في أديس أبابا. روح قولهم. رحت هناك قلت له قول الرئيس بتاعك انا بالاماكن بلاد اللي تعلمت فيها والبلد اسمارة اللي اتولدت فيها أديس أبابا صغيرة عليا. قول له كده. قال لي بقى الراجل ده بس يعني كلامه شديد قوي. قول له ابعته مدرسة كذا. يعني انت مدرسة فلان يعني تبقى مهجر يعني عندك. اروح. رحت. لما رحت للبرنسبل مدرسة هي ثانوية عامة تشمل كل بوكيشن تجارة واكاديم. قال لي عاوزين تدرس امهري. قلت له هات الكتاب. شفت رحت الصبح بكلمهم شغل اشتقاق اللغات كذا والقسم الامهري كلهم عادي. انا قلت له امهري مش لغتي. لو اتولدت في اسمارة تربي. قالوا لا انتم اللي بتعرفوا جيز. الجيزي ده بتاع اريتريا. لا بتاع كلنا. بتاع كلنا. اما الاريتريا بتكلم ايه؟ ما جيز انا بعرف جيز وبعرف لغة سامية. لكن الامهاري بتاع قالوا لا. قلت لهم امهاري اثيوبيا بس اصلا مش فاهم. لا ما دلوقتي حمامة. وبعدين قالوا لي كمان تدرس الدين. قلت له ادرس الدين لدول؟ لا. نخليهم الأول أمادم human relation. خليت بدرس human relation واللغة الأمهرية. بعدين قال لي البرنسبل أول شخص يجي زيك هنا هو ما تسيبناش. قلت له ما سيبكمش إذا أنتم تحفظوا حقي. human relation العلاقة
بين الزوج والزوجة. العلاقة بين الأولاد والوالدين. علاقات. العلاقة سمين. بين الطباخ بواب سواء بتاعتهم. صاحب. العلاقة بين الجيران. وبعدين حقك من بلدية. واجبك للبلدية. بقول لهم دي تقروا قدام أبوكم وأمكم يرجع الأولاد. أبونا أهلنا ما بيصدقوش إن أنت أرثوذكسي. قلت لهم عشان أنا جاهل. طيب أنا عارف طريقة دي ما فيش يا أبونا. طبعا. كنت بقول لهم إيه؟ أنا عندي واجب للكنيسة. هي إيه؟ أروح في أي حتة. حق من الكنيسة. لما على أنا كنت بقول دائما. كان مرة هو واحد مارشال من الجيش الإثيوبي قال لي تحبي؟ قلت له أنا أشتغل ببلاش للكنيسة بس لو أعيا يحطوني أحسن مستشفى، لما أسافر يحطوني. دي من الحاجات اللي أنا لاحظتها في شخصية نيافتك. أنا خدت بالي في شخصية نيافتك إنك ما بتفرطش في حقوقك بس كمان تحترم حقوق الآخرين بطريقة غير ما عادية. ما فيش في الدنيا الله عنده حق مني وأنا عندي واجب له. أيوه. أقول لك حاجة أنا كنت نسيت أقول على اللغة. أبونا الكنيستنا ما عارش أقول. أبونا لقى الأنبا بشوي. أي. راح إثيوبيا وهو صغير زي دعفي جد. كان بيسلي باللغة الجئز مش بالعربي. يكلم أمهاري خبز. الأمبراطورة كانت تعرفه. أمبراطور هيلي سلاسي وهو اللي يعرفه. بدل ما يرسموه هو مطران على إثيوبيا جابوا أمبا كيرلس من اللي قعد في المهمشة ده و... مثلا أمبا أنتوني إزاي؟ كان في واحد راهب إثيوبي اسمه أبو نعقوف أمبا أنتونيوس دير أمبا أنتونيوس. قالوا له عاوزين مين؟ قالوا لهم أنا حلف اللي حوقف وراه. ما افتكرش أبونا يعقوب كان زي أبونا بطرس بيعرف عربي ولا إبتي. أهو بس في بيت العبيان الأعور ملك. أيوة سيد. تعب أنبا كيرلس والخدمة تعبت. أيوة. لأنه ما بيعرفش جئزي وفي الآخر قعد في مهمشة ومات حزين وكانت مأساة قصته. ده اللي جه بعديه القصليك. مش كده؟ ما دام مات قبل ما انا اوصل مصر. وانا في السودان لسه اتوفى في نوفمبر ولا حاجه. توفى في مهمشة. ده اللي له صوره ولابس تاج بتاع الامبراطور ده. لما بقى احنا في ده. ايوه. وزاره المعارف. اثيوبيا. كتبوا لي جواب. تلف في وقت فراغك تتكلم مع كل مدرس الدين. ما هو المشكلة وما الحل. رحت لفيت وكتبت لهم. وبعدين جات وزارة المعارف والكنيسة يعملوا كاريكولوم عشان تدرس الدين منهج. أنا قمص بدل ما وكل الكنيسة وكلت وزارة المعارف. هم جابوا واحد أعمى الكنيسة. لا بما ان انا قمص انا اللي بقود اللجنه. بس بقى كاين من الكنيسه. حلو قوي. واحنا وصلنا لحد الصف الثامن. جت الثوره الشيعيه. سنه كام كده بقى احنا؟ سنه كام؟ اللي هي 54 شالوا الامبراطور وده. وبعدين انا بقى قالوا ايه انا اروح نعلم الشعب. حطوني في بلد بعيدة قوي بين إثيوبيا والصومال. انبسطت أنا. واو. عشان أروح هناك. علي مراح ده كنا أعرفه. علي مراح واحد من المسلمين القادات عشان ضد الناس. فأقوم قال له لا المكان ما فيش حد. قالوا لنا دوني. قال لي أنت هتخدم في أديس أبابا. قلت لهم في أي حتة. الاختيار لك. طيب الاختيار بتاعي
تقبلوا؟ أنت أخسر من واحد. قلت لهم لا، اخترت واحد زفت كده. قالوا لي مش أنت عاوزين أخدم؟ إذا أخدم هناك أصعب حتة. كان في مية مش مجاري بس مية، دخلت بقى فتحنا. وبعدين عملنا ازاي في مدرسة الجالية بتاع العرب. قلت له ممكن تعطونا فصول؟ قال له تفضل، بس تعطوا الأمبول ثلاثة. جبنا الحي الخدمين ده بالليل نعلمهم. بعدين قلت لهم تنادوا الولين أمركم ليوم كذا، قوم كلهم مسلمين مسيحيين، حتى بيكلموا عربي كمان، عشان كلمتهم بالعربي ما صدقوش السيس بيكلم عربي. قلت لهم احنا جينا هنا عشان نخدمكم، بس ايه بما ان انتم ما تعرفوش تكتبوا ونعلم، لكن نخدمكم ازاي عشان ما يؤذلوش البنات. قالوا لا ده ربنا يبارككم انتم تخدمونا، بس تحبوا نخدمكم زي اخدمونا زي انتم عايزين. خلاص بقى دلوقتي البنات ما حدش يجي لهم. حميتهم. جاي واحد شخص يعرفني راح على المسؤول قال له ده في واحد هنا يقدر يبقى في الرئاسة هنا. ناداني قال لي انت تخدم هنا اللي ايه؟ قال لي طلبة سنة تالتة جامعة اللي ما عملوش ناشونال سيرفيس. قلت لهم طيب هاتوا لي اللفايف الملفات. جابوا لي. قلت لهم كولونيل فلان ما خدمش. كولونيل فلان ده مين؟ من الثلاثة بتوع الثورة. واو. قالوا لي ما. قال مش هو طالب الجامعة سنة تالتة ما خدمش. كل واحد مسك بوقه. قلت من كده هو ما خدمش. ما بتخافش ان يفتك. لا ما هو قالوا لي. ايوه بس ده واحد من واحد مثلا لما يعمل الثوره الشيوعيه دي كانت قاسيه قوي في اثيوبيا، دي كانت بتبطش بالناس وتحطش. اسمع الناس كان موتوا 62، اللي ماتوا دول كانوا لما كانوا زي ده كانوا بقى كده. اسمع انا تحت قلبي عندي بنطلون، اصل باثيوبيا لما نقول بنطلون يا راجل عندي بنطلون حتشوفوه يوم من الايام. اللي لابس بنطلون شايفين انا احسن. يجوا بتاع رجال الكنيسه يخبصوا يقولوا ده اريتري متعلم برا. والصور قالوا لهم طيب كويس، وعمل حاجه ضد اثيوبيا ما لقوش لقب ده أبونا بطرس مش أرثير الإثيوبي بيقولون. وفي مصر كانوا بيقولوا لي نفتك كده. أما بيقول لا هناك بيقصدوا بها الإثيوبي مخلص. بعدين البتراء كتب الجواب قال لي تروح كنيسة كذا. قلت إيه أطيعه. قعدت في بيتي. راح وبقى يدور احسن ما يكونش من القبيله بتاعته. راح وزاره معارف وزاره الجامعه بياخد كم هي؟ انا باخد درجه ماجستير. وانا ما بيهمنيش مثلا انا اكل بتاعي خلص ما اشتريش عربيه عشان ما تاخدش الفلوس هي. بعدين قالوا لهم لو هو يرضى بيكم انتم محظوظين مش هو. بعد قوم بقى قوم احنا نجي ناخذك في العربي. قلت له انا ماشي. رحت استقبلوني استقبال حفل جدا. قالوا الكنيسه طلبنا منها واحد ده وده واعطونا. قلت له من انت تعرفوني؟ ما فيش حد في الدنيا ما يحبش فلوس. قالوا لا ما تخافش احنا سالنا. عارفين تاريخ نيافتك انك مش بتحب الفلوس. متدينين جدا. بياكلوا لحم نية بشتى. انا ما باكلش لحوم نيه وحتى اللحوم يعني ياكلوا ده تبعهم. بعدين قلت لهم اسمعوا
انا عاوز تبقى عيني ورجلي ويدي مش اذني. اذني كفايه اثنين. لما ابعتكم في حته تبقى الحاضر. الكنيسه فيها 50,000 متدين بس ما غير. وبعدين ما خانش كان ندفت بها المدافن. عملت سور. بعدين جبت لهم تسميمات كنائس. قلت لهم انا مش هقعد هنا، انتم اللي حتقعد. ابن الكنيسه الاجيال الجايه. وهنا هو. بعدين واحد قسيس اتصل بي قال لي خطير كير ما تروحش عند الناس. قلت له ما تروحش عند الناس يعني انا مسؤول عليهم. انا ده اللي بقول لك. اتقابلنا الصبح في الكنيسه ثاني يوم. قال لي انا رحت الامن الدوله عني واحد وراني قائمه الناس اللي هيقبضوا عليهم. وانت قلت له ده الدوله ما عندهاش زيه مش بس كنيسه. قال لي تقول له. قلت يا رب تاكل مشيئتك. وانا بفكر ازاي اطلع قوم يدوروا علي بتوع كنيسه يبعثوني نمسا برو اورينت اجتماع عشان انا عندي وجه معروف عند الكاثوليك. بوش اعرفه؟ طيب كويس. كده طيب. واقوم بقى الناس الشخص اللي خانه بيخبص دائما. اثنين بقى حراس لي ومطران. رحنا نمسا. لما رحنا نمسا سنة كام كده بقى سيدنا؟ 76. 76. وبعدين قالوا لهم طبعا تالكس وقال لهم مين ومين. بعدين السكرتير يقول لي الاولاد ايه ده؟ قلت له واحد درس في رومانيا اللي بيخبص عليا. يا شباب نوموا انتم الاثنين واحنا انا المطران كل واحد في الاوضه. وبعدين هنا بقى اسكندريه تداخلت. أبا سمويل اخوي كبير انا. أبا سناس يسال لي سنة 75 قال لي نجيبك عشان تدرس عبري. قلت له لا حيفوقوا سيبوهم بس. أبا سمويل بعملنا لما خلصنا نمسا قفلت الباب سيبت مفتاح جوه. بعدين اتصلت بمجلس الكنائس تالكس في جنيفا. على طول الصحافه كتبت قالوا واحد من الوفد الاثيوبي كنيسه تخلف. استغبيت وبعدين رحت جنيف. وقفوا بقى. رحت جنيف هناك استقبلوني حلو قوي. كانوا منتظرين. كان في واحد مسؤول على اللاجئين هو من اغسلة من جنوب افريقيا عرفتهم. بعدين اترسم ارشبيشوب برضه في انجليكان. وبعدين اتقابلنا كان اخ بقى. قعدت في نمسا اسبوعين في جنيف. وبعدين رحت بقى اوستريا قعدت 6 شهور. قابلنا قدمنا بقى في السفارة الأمريكية. الست بتقول لي نسأل كندا. قلت لها لا. How do you guarantee that? I said America has a moral obligation to accept me and the other at this point. Are you sure? Sure. They have a moral obligation. Where else we can go except America? Social security عندي بس ما عندي. انا جيت قلب ساعة ما درست. وكان في انتخابات اول انتخاب بتاع مستر كارتر اتاخرنا 7 يناير نادوني السفارة والعيد ميلاد بتاعنا. رحت زمان كنت بلبس نظارة للبعيد. الشخص بقى سألني لازم يسألني وأنا قلت له الحقيقة. إيه رأيك في الإسرائيل؟ قلت له اسمع
انتم عشان بيتنافسوا معاكم في التجارة تكرهوهم. اليهود في اسرائيل ناس كويسين. كلام ما سمعوش من غيره. حلو مسمعه. اليهود كويسين. بيدور على اصدقاء. مش متوحشين. ولا اليهود ما يقولوش كلمة مش متوحشين. يا ترى طلع هو يهودي. وتم يسألني قلت له أعطوني سكولارشيب وأنا أسيس. عارف لما أنا خلصت اتخرجت الطالب بياخد 20 كيلو. عارف قرصك أنا أخذت كم كيلو؟ 300 كيلو كتاب. كلهم كتب. كتب ما فيهاش جامعة حيلة سلاسي. ودي كنت متمني عشان أعطيها لمكتبة أسمرة. الدنيا لفت لفت سنة 91 لما رحت عطيتهم. اديتهم المكتبة. مثلا كتاب عمرك ما قريتش كتاب يا قتل. كتاب ده. لكسيكون من إسبانيا لحد الصين. كل قارية. سيدنا في كتب في الكنيسة القبطية فقدت ومحفوظة في الكنيسة الأثيوبية كتير. يعني زي كتاب بتاع يوحنا النقيوسي في القرن في دخول العرب كتير قوي. كنيسة غنية كنيسة بس بقى الأثيوبية والآن الشاطر اللي يرى. أنا كنت صديق مع أمين مكتبة في الدير. بيتنا وبيته يطلع أنا أعمل لي كده. كنت بقرأ بقى بقرأ بقى ما هنقلك بقى عشان نخلص. جيت بقى أمريكا سنة 6 قالوا لي ما في جنيفا. كنت هروح السودان عشان أخدم اللاجئين هناك. مجلس كنائس عينيهم كانت عينيا وأنا أنبا بولس. بعدين أنبا بولس في السجن. مين أنبا بولس بقى؟ بترك بتاع إثيوبيا اللي خلنا بلبس أبيض بعدين. أنبا بولس. قعد 6 سنوات. أبونا بول أبونا باولس. هو كنا أصدقاء يعني. بس ما كملناش. هو نفسه. لكن هو قال لي إيه؟ لسه قال لي اسمع أنت تعرف فكر حلم؟ قال لي النحلة مسكتني من هنا للرجل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد حتى السجن اللي أنت تعرف. قلت له مش أرسك سألتني أنا بعرف. أدينا قلت لك بسأل الواحد وظيفة يموت هو في وظيفة وأنا أكره وظيفة علم بس. قلت له شوف زمان هاوي إذا فرزن. وفعلا 6 سنوات سجنوا. وكان بيقول إيه الراجل ده بس إيه ايش عرفوا ده؟ يعني نيافتك اتنبئت لل مش تنبأت الحلم هو كده. انه هو هيتسجن واتسجن وخرج بعديها بقى البطرك. بعد لما جت القبيله بتاعته بقى. لما جت القبيله بتاعته. وبعدين انا كنت بصلي وعملت برنامج مع مستر ماكوي بتاع برينسن بريزيدنت ان نجيبه نحية إريترا ونخطف. قال لي لا. كتب لي جواب قال لا. إحنا نخلي الدول الشيعية سيميناري يعزموا ومن هناك نخطفه. قلت له كويس ذات بلاوزبل ايديا. وكنا عملنا كده. وفعلا بقى هيئة الأمة قالت لهم أنتم بتحبسوا متعلمين. قم بقى لقوه مع المهل ومع ماجستير من برينستون طلعوه. طلع بس تذكرة منين؟ يقول لي واحدة المضيفة جابته $500 أمريكاني رميته في حجره. أعطاه واحد إريتري النون علشان يطلع بر البلد. لما وصل خيره اتصل مجلس كنائس ما صدقوش كمل الدكتوراه بتاعته. هو تاريخه الواحد اللي لكن إيه هو كان صديق ليك برضه ما كملش صداقة معي. بعد كده ما بقاش صديق. أصل ما أنا بيت أسكو أصل ما صدقوش إزاي مصر كنا بنترجاها تقعد سنوات لكن أبونا بطرس يترسم إزاي.
انا متربي في مصر. دي جراءة بقى البابا شنودة وحبه ليه نيافتك انه اصر انه يرسمك اسقف. بس تنسايش كان في حديث لوحدينا كتير قوي. طيب دي بين بقى ده وده انا خفت بس عشان ما فقد صداقته. اقول لك انا ما قريش على الوزير الكهنوت غصب عني. دياقون ما كناش نعرف في اثيوبيا واريتريا لحد بعد بكره مش النهارده لحد بعد بكره ما يعرفوش. مع بحارب حربت مع اريتريا قلت لهم لا دياقون لازم يكون باتفاق مراته والشعب. لكن الرتب صغيره موجوده في اشيات متقلين مش كده؟ ايوه سيدي. يقولوها بس ما يعرفوهاش حتى يلحنوها. سيدنا احنا فرحانين قوي بالحديث. احنا يعني اكيد هنكتفي بكده في هذه الحلقه، لكن لينا لقاء تاني بقى موسع مع نيافتك علشان نشوف موضوع الاسقفيه والخدمه بتاعت نيافتك في العصر الحديث، ونتكلم كمان على رؤيتك للمستقبل. بنشكر نيافتك واجهدناك كتير يا سيدنا، لكن بركه كبيره، فرحانين بتشريف نيافتك وبركتك في وسطينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.